إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة. ينعقد اجتماعنا هذا في الوقت الذي ما زال الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير، وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. وتعد سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وكذلك القانون الإنساني الدولي. وليس هناك أي عذر من أجل تطبيق هذا العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة. وفي القاهرة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني موقف البلدين الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للفلسطينيين في غزة. العقاب الجماعي جريمة، وأعتقد إننا كلنا متفقين عليها، ودي من المرات القليلة اللي أنا متفق مع الناس اللي قالوا إن العقاب الجماعي جريمة اللي إحنا شفناه قبل كده. والفيديو ده أنا عايز أتكلم على العقاب الجماعي في التراث الديني الإبراهيمي وفي التاريخ بتاع منطقة الشرق الأوسط الجميلة الظريفة اللي إحنا كلنا جايين منها. مبدئيا كده قبل ما نبتدي في الأمثلة من التراث والتاريخ، عايزين نتفق على كم نقطة أعتقد إن كلنا هنبقى متفقين عليها المفروض. يعني النقطة الأولانية إن مفيش جماعة يعني أي جماعة من الناس في أي مكان مش كلهم لازم يتفقوا على كل حاجة بنفس الدرجة أو بنفس يعني مش لازم كلهم يتفقوا. يعني احنا مثلا شوفنا لما حصل 25 يناير في ناس كتيرة قوي نزلوا الشارع وناس اكتر منهم قعدوا في البيوت وناس منهم ما كانوش عاجبهم اللي بيحصل في الشوارع، ومش كل الناس اللي نزلوا كانوا متفقين مع بعض. وما نقدرش نقول ان مصر كلها كانت في ثورة، في جماعة من المصريين كان فعلا نازلين في الشوارع ودول كانوا جماعة كبيرة، ولكن برضو احنا عارفين ان في ناس كتيرة ما كانتش موافقة على اللي بيحصل وكانت ضد اللي بيحصل، وده طبيعي في اي مكان في العالم. هتلاقي ان الناس مش مستحيل ان هم يتفقوا على حاجة واحدة. وعندنا البيل كيرف الشهير بتاع النورمال ديستريبيوشن اللي بيقول ان في اي مكان في العالم اغلب الناس هتلاقيهم متركزين في الحته اللي في النص وهتلاقي ناس على الاطراف. فلو احنا اتكلمنا على اي مجتمع هنلاقي ان البيل كيرف ده هو بيريبريزنت او بيمثل التوجهات بتاعه الناس اللي هناك. هتلاقي ان في ناس الاغلبيه متفقه على حاجه وفي ناس متفقه ضدهم وناس متفقه ضدهم ودول نسبتهم اقل. وحتى الناس اللي متفقين مش شرط كلهم يبقوا بنفس الدرجات. وعشان كده العقاب الجماعي جريمه. ليه؟ لان مش كل ما فيش اي جماعه كلها كده هترتكب حاجه فنبقى عايزين نعاقبهم ونقتلهم ونعمل فيهم عقاب. والدليل ان اي جماعه من البشر هتلاقي فيهم اطفال، هتلاقي فيهم عواجيز، هتلاقي فيهم ناس مختلفين مع بقية الناس اللي موجودة، وبالتالي العقاب الجماعي هو جريمة لأن مفيش جماعة كلها كده على بعض 100% منهم بيرتكبوا حاجة تستحق العقاب كلهم. الطبيعي حتى لو في جماعة عملت حاجة دول بيبقوا مجموعة من الناس من الجماعة دي عملت حاجة. فالعدل بيقول إن أنت لو عايز تعاقب حد تعاقب اللي عمل الجريمة، ما ينفعش يبقى كل الجماعة عملت الجريمة لأن في أطفال زي ما قلنا في ناس مختلفين، وبالتالي العقاب الجماعي جريمة لأن في ناس ما عملتش حاجة بيتم عقابهم وهم ما عملوش حاجة لمجرد إن هم ينتموا لهذه الجماعة مش أكتر. يعني
وبالتالي العقاب الجماعي جريمة. من ضمن الحاجات اللي احنا برضو عايزين نأكد عليها قبل ما نخش في التفاصيل، ان الاستيريوتايبنج اللي بيحصل من ناس كتيرة دي حاجة كلنا برضو متفقين انها غلط. ما ينفعش تقول مثلا كل الناس اللي من المنطقة دي بخلة، ما فيش حاجة كده. ما ينفعش تقول كل الناس اللي من البلد دي أغبية، ما فيش حاجة كده. دايما هيبقى البيل كيرف، هو اللي البيل كيرف ده هو اللي بي ريبريزنت الواقع. البيل كيرف ده بقى ممكن يبقى يختلف في شكله، بس في الاخر مستحيل تلاقي جماعه كلهم متفقين على نفس الفعل، او كلهم متفقين على نفس الافكار، او كلهم متفقين على اي حاجه. طبيعي ان يبقى في ناس مختلفه، وفي ناس اصلا ما لهاش راي، يعني الاطفال ما لهمش راي. بعد ما احنا اتفقنا على الكم حاجة البسيطة اللي احنا اعتقد ان ما فيهاش جدال، يعني نخش بقى على التراث الديني وعلى القصص الدينية، ونشوف هل فيها عقاب جماعي ولا ما فيهاش. ولو فيها عقاب جماعي احنا محتاجين بقى نفكر هل دي قصص مقبولة ولا المفروض نرفضها ونقول لا دي غلط. ده حاجة بقى ترجع لكل واحد. انا شخصيا برفض العقاب الجماعي لأي جماعة من الناس في أي زمن وفي أي سياق. تمام؟ أعتقد إن أنا هجيب 3 قصص من التراث الديني. أنا شخصيا بقول إنها قصص أسطورية ما حصلتش، بس كل المؤمنين سواء من اليهود أو من المسيحيين أو من المسلمين بيقولوا إن القصص دي حصلت وما عندهمش مشكلة معاها. وأنا النهاردة بحاول نفنط او نفند القصص دي ونشوف هل في عقاب جماعي ولا لا. وساعتها انا هسأل سؤال، هل انت كواحد مؤمن هل تقبل ده؟ هل ترى ان الاله تقبل ان الاله بيمارس جريمة احنا كلنا متفقين انها جريمة اللي هي العقاب الجماعي؟ فهنشوف القصص دي هل في عقاب جماعي ولا لا. اول قصة، القصة الشهيرة بتاعت الطوفان بتاع نوح. القصة بتقول إن العالم فجر، الناس فجرت، وما كانش فاضل غير نوح وأولاده هم الكويسين. فربنا قال لنوح أنا ههلك العالم ده وهعمل طوفان علشان أغرق العالم الكفرة دول، فأنت ابني سفينة وخد فيها الحيوانات علشان أنت تنجو أنت وعيلتك، وأنا حفني بقية البشرية. ده مثال واضح وصريح على عقاب جماعي. وأكيد زي ما احنا اتفقنا إن مفيش جماعة كلهم فجرة، لأن أكيد في ناس عادية، فطبيعي جدا إن يبقى في أطفال ملهمش أي ذنب، يبقى في عواجيز غالبا ما بيعملوش مشاكل، غالبا بيبقى زي ما اتفقنا كده مفيش جماعة من الناس بتعمل، كل الجماعة اللي في العالم بيعملوا فجور، دي حاجة غير منطقية. وبالتالي عقاب كل الناس عقاب جماعي هو غير مرفوض برضو. فالطوفان ده مثال للعقاب الجماعي. في ناس بقى ممكن تتفزلك وتقول لك اصل هو ما ينفعش يسيب الاطفال، لان احنا لو سيبنا الاطفال مين هيراعيهم؟ لا حبيبي، انت بتتكلم على اله، فالاله ده المفروض ان هو عنده وسائل غيرنا خالص، يعني هو عنده قدرات ممكن يبعت ملائكه مثلا يراعوا العيال دي لغايه ما تكبر مثلا، ممكن يعمل اي حاجه علشان يبقى في عداله في العقاب. لو احنا افترضنا يعني ان في ناس محتاجين ان احنا نقتلهم يعني علشان هم بيعملوا حاجات فحشاء بقى او حاجات كده، فالأطفال ما بيعملوش حاجة، فأنت ممكن كإله تبعت ملائكة تراعيهم بقى بأي طريقة من الطرق، تحافظ عليهم بأي شكل من الأشكال، لأن أنت إله المفروض عندك قدرات أعلى بكتير من أي بشر. إحنا النهاردة حتى البشر لو لقينا في جماعة من الناس أبرياء ووسطهم جماعة مش كويسين، هناخد الأبرياء دول نراعيهم ونحاول نعيشهم حياة كريمة، ولو افترضنا ان في وسطهم مجرمين المفروض ننقي المجرمين دول ونعاقبهم بالعقاب المناسب ليهم. دي المثال الاول من التراث الديني اللي هو نوح والطوفان. المثال الثاني قصة سدوم وعمورة او قوم لوط كما بيقول المسلمين، يعني
القصة برضو أنا شايفها قصة أسطورية ما حصلتش، ولكن المؤمن مؤمن إنها حصل. فالقصة بتقول إن لوط كان عايش في مكان أو عايش في مدينة كل الناس اللي فيها عندهم مشاكل جنسية، عندهم حياة جنسية فاحشة وبيعملوا فجور جنسي يعني. وانا مش عارف الصراحه ازاي يبقى في مجتمع كله مثليين مثلا والمجتمع ده يستمر، لان طبيعي المثلي ما بيخلفش. ما هو المثلي بينام مع واحد، راجل بينام مع راجل او ست بتنام مع ست، مش هيخلفوا يعني. فغريبه جدا ان يبقى في بلد، هي مبدئيا غريبه ان يبقى في بلد كلها مثليين، لان ده تاريخيا واحصائيا ما حصلش. في أي جماعة من الناس وفي أي زمن من الأزمنة بيبقى في جماعة نسبة حوالي 2-3% بالكتير منهم مثليين. فكرة إن يبقى 100% من المجتمع مثلي دي حاجة إحصائيا وتاريخيا ما بتحصلش، بس هنفترض إن القصة دي حقيقية والمؤمن مؤمن بكده. فربنا قرر ان هو يبعد لوط، يطلع لوط من المدينه ويحرق المدينه. طب المدينه دي ما فيهاش اطفال، ما فيهاش عواجيز، هل العواجيز برضو مثليه الجنس يعني؟ ما فيهاش اي حد كويس غير لوط وعيلته. فدي برضو نوع من انواع العقاب الجماعي. والسؤال اللي احنا هنساله برضو، هل انت تقبل ان الاله يرتكب جريمه العقاب الجماعي؟ ده سؤال للمؤمن. أنا شخصيا واحد بقول إن القصة دي ما حصلتش، ودي قصة خلقها الناس وحطوا اسم الإله في النص، مع إن يعني ما فيش إله بالعقلية دي وما فيش مجتمع بالشكل ده، وبالتالي القصة دي في نظري أسطورية. أنت كمؤمن بقى بتشوفها إزاي؟ دي حاجة المفروض تفكر فيها، وهتم الفيديو ده إنك تفكر في القصص دي يعني. القصة الثالثة هي قصة خروج اليهود من أرض مصر. وتاريخيا وكل الباحثين بيقولوا إن مفيش يهود كانوا عايشين في مصر عشان يخرجوا منها، فبالتالي القصة دي برضو في نظري هي قصة أسطورية خلقها اليهود وصدقها المسيحيين والمسلمين. القصة باختصار للي ما يعرفهاش هو إن يقال، او يعني التوراة بتقول ان المصريين كانوا بيعاملوا اليهود معاملة سيئة وبيستعبدوهم وبيخلوهم يشتغلوا شغلانات حقيرة وشغلانات صعبة وكده. فربنا ظهر لموسى وقال له انت هتخرج شعب اليهود من مصر، ولو فرعون او ملك مصر ما يعني ما وافقش على طلبك، انا ليا تصرف معاه وهعاقبه يعني. فالقصه بتقول ان موسى راح لفرعون فقال له طلع شعب اليهود، ففرعون قال له لا. فكل مرة فرعون يقول له لا، ربنا يضرب مصر بضربة ما، ضربة بقى ممكن ايه، واحدة منهم ان هو يجيب بعوض في البلد كلها، ومرة يحول المية كلها لدم مثلا فالناس ما تلاقيش تشرب، مرة يجي يخلي في ضفادع او في جراد في البلد. فهو في الاخر الاله كل مرة فرعون بيرفض طلب موسى ان هو يخرج اليهود، الاله بيعاقب البلد كلها مش بيعاقب فرعون بس، مع ان ما فيش، احنا متفقين ما فيش حاجه اسمها البلد كلها متفقه على حاجه واحده، ده غير ان في ناس اساسا عايشه بعيد بقى ما تعرفش اللي بيحصل يعني. مش كل مصر ما فيش بقى اتصالات اللي احنا نعرف ايه اللي بيحصل في كل حته يعني. انت هنفترض ان الفرعون ده هنفترض انه عايش في طيبه مثلا، ففي واحد قاعد في الفيوم ما يعرفش اللي بيحصل، فجأة كده يلاقي المايه اتحولت دم. المهم يعني ان القصه بتقول ان حصل 9 ضربات، من الضربات دي دم بقى، جراد، ضفادع، يجي تلج على البلد، المايه تتحول لدم، وكل مره الملك بيوافق وبعد كده يرجع في كلامه. فاخر مره بقى اللي هي الضربه 10،
موسى قال له لو ما طلعتش الإله هيقتل كل الأبناء الكبار اللي في أي أسرة including الابن الكبير للملك والابن الكبير بتاع أي أسرة مصرية عايشة في مصر. والقصة بتقول إن فعلا الملك ما رفض، ف الإله بعت ملاك، والملاك ده كان بيعدي على البيوت اللي قال لليهود طبعا قبلها ان هم يذبحوا خروف وياكلوا اللحمه بتاعته وياخدوا دم الخروف يعملوا علامه على الباب علشان لما يجي الملاك يعدي على البيوت يشوف العلامه، فاللي يلاقي عنده العلامه ما يقتلش الابن الكبير، اللي ما يلاقيش العلامه يقتل الابن الكبير اللي موجود في البيت ده. دي القصه. وطبعا بقى القصه بتقول ان لما حصل كده الملك انهار، فراح قال لليهود امشوا من هنا، وبعد كده رجع في كلامه برضه فراح جري وراهم فدخل شقوا البحر، والملك بعد كده مات هو والجنود بتاعه في البحر، يعني بعد ما شعب اسرائيل عدى من البحر. يعني القصه دي باختصار هو عقاب جماعي علشان الملك ما كانش موافق على الطلب بتاع موسى. طب الملك مش موافق، ذنب واحد فلاح قاعد في الفيوم ولا قاعد في اسكندرية ولا قاعد في السويس مثلا، ايه ذنبه؟ ما تعرفش. ودي المثال الثالث للعقاب الجماعي الواضح، يعني احنا بقى في سدوم وعمورة بيقولوا ان كل الناس ما اعرفش ايه، في نوح يقول لك كل البشرية ما اعرفش ايه، مع ان مفيش اكسكيوز ومستحيل ده يحصل، وطالما في اي مكان فيه اطفال يبقى اكيد الاطفال ما بيعملوش فجور يعني. بس في القصه دي واضحه بقى في واحد غلط او واحد معاند مع موسى ومعاند مع الاله، فالاله بيصغر عقله ويروح بقى عامل بلطش في بقيه المصريين، يعني مع ان اكيد يعني مش المصريين لو افترضنا ان القصه دي حقيقيه ما كانش ليهم يد في الموضوع ده خالص يعني. فده المثال الثالث. وبرضه نسأل السؤال، انت كمؤمن، انا واحد بقول ان القصه دي ما حصلتش، وان ما فيش يهود اساسا كانوا في مصر، وان كل الهجس ده عباره عن اسطوره عملها اليهود لاسباب، يعني لو احنا عايزين نشوف اسبابها في اسباب واضحه ومعروفه يعني. بس عامه المؤمن شايف ان القصه دي حصلت، ومش بس حصل ده بيحتفل بيها المسيحيين والمسلمين واليهود بيحتفلوا بيها كل سنة، بيحتفلوا بالذكرى دي. هتقولي بيحتفلوا فيها المسيحيين بيحتفلوا فيها امتى والمسلمين بيحتفلوا فيها امتى؟ طب اليهود وماشي بيحتفلوا بيها كل سنة علشان ده حاجة تخصهم، المسيحيين والمسلمين بيحتفلوا بيها امتى؟ اقول لك بقى حبيبي تعالى ايه نشوف يسوع شخصيا، ما يسوع ده هو ابو المسيحية. يسوع شخصيا معروف جدا ان هو احتفل بالفصح. الفصح هو اليوم اللي ربنا قال فيها لليهود اذبحوا الخروف واستخدموا الدم ده علشان تعملوا العلامة علشان الملاك ما يخشش البيت اللي عليه العلامة دي. فبالتالي يسوع وكل المسيحيين لغاية النهاردة يوم خميس العهد بيحتفلوا بالفصح اليهودي او بيحتفلوا بالذكرى دي، وعمرهم ما سمعنا ان هم شايفين ان القصه بتاعت الفصح اليهودي او القصه بتاعت خروج اليهود من مصر هي قصه فيها عقاب جماعي وانها جريمه شارك فيها الاله كما يدعي المؤمنين. يعني مش بس المسيحيين اللي بيحتفلوا بخميس العهد، انت عندك المعروف ان يوم عاشوراء، عاشوراء ده بيحتفل بيه المسلمين. اليوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، تمام؟ يبقى اليوم عاشوراء ده مش يوم عادي، ده يوم بالنسبة للمسلمين هو يوم ذكرى إن الله نجى فيه موسى وشعبه من فرعون، وكلنا عارفين القصة بتاعت موسى وفرعون والضربات اللي ضربها الإله
ليه المصريين مش فرعون بس. الرسول شخصيا رسول الإسلام احتفل بعاشوراء، ولغاية النهاردة المسلمين بيحتفلوا بعاشوراء. معلش احنا دخلنا على المسلمين، بس انا عايز ارجع ليسوع الاول قبل ما نخش على موضوع المسلمين. يسوع مش بس احتفل بالفصح اللي هو فيه عقاب جماعي، ده يسوع استشهد بقصة سدوم وعمورة وهدد أي حد مش هيسمع كلامه بنفس مصير أهل سدوم وعمورة. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده موجود في إنجيل متى. بيقول هو بيبقى قبلها بيقول للتلاميذ روحوا بلغوا الرسالة بتاعتي للناس، واللي ما يسمعش الكلام بتاعكم الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. تعال نشوف الكلام ده موجود كامل علشان ايه ما حدش يقول احنا بناخد حاجة من السياق. فايه بيقول لهم ايه؟ اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضاله، يعني روحوا لخراف بيت اسرائيل الضاله وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، اعملوا بقى كل المعجزات علشان الناس تصدقكم. وهي مدينه او قريه دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق واقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فان كان البيت مستحقا فلياتي سلمكم عليك. ولكن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم اليك، ومن يلقب ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من هذا البيت او من تلك المدينه وانفضوا غبار ارجلكم. الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعموره يوم الدين حاله اكثر احتمالا مما لتلك المدينه. يسوع شخصيا على لسانه بيقول مش شايف اي مشكله في قصه سدوم وعموره، اللي احنا متفقين ان هي عقاب جماعي لمدينه كامله، مع ان مستحق واحنا كلنا اتفقنا من الاول كده ان العقاب الجماعي جنبي. يبقى يسوع احتفل بالفصح، يسوع استشهد بقصه سدوم وعموره وما كانش عنده مشكله فيها، ولغايه النهارده المؤمنين مش شايفين المشكله، مع ان انا شايف ان في مشكله. نخش بقى على تاريخ بقى التاريخ بتاع المنطقة. يعني احنا جبنا التراث الديني اللي احنا متفقين ان انا شخصيا شايف ان هو اسطوري، ولكن القصص دي فيها قصص عقاب جماعي. وشفنا رسول الاسلام وشفنا يسوع ما عندهمش مشكلة مع قصة خروج اليهود من مصر، مع ان فيها برضو عقاب جماعي. فنخش بقى على التاريخ بقى نفسه اللي هو الاحداث اللي حصلت في المنطقة، ونشوف هل حصل عقاب جماعي ولا لا، لان احنا برضو نرجع تاني احنا عايزين نفكر الناس العقاب الجماعي جريمة، تمام؟ فالمفروض لما العقاب الجماعي ده يحصل المفروض ندينه، سواء بقى حصل النهارده، حصل من 1000 سنه، حصل من 2000 سنه، من المفروض حاجه تدان، لان هي مش حاجه جديده كده اكتشفناها. اي عقاب جماعي هو في نوع من انواع الظلم لناس ما عملوش حاجه، تمام؟ لان احنا اتفقنا برضو مفيش جماعه على بعض كده بيعملوا كلهم متفقين على نفس الحاجه، وعندنا الامثله كتيره يعني مش محتاجه نعيد ونزيد فيها. نخش بقى على قصة من قصص التاريخ المشهورة اللي عارفها اللي ما فيهاش يعني جدال يعني. وأنا القصة دي قبل ما نقراها أنا عايز أقول إن مصدرها كتاب تاريخ الكنيسة اللي أنا جبته من الكنيسة، يعني أنا مش جايب كتاب من خارج الكنيسة. فالكتاب ده هو اسمه كتاب تاريخ الكنيسة القبطية لأبونا مناسة يوحنا، وبيتباع في المكتبات بتاعت الكنيسة. فالحاجة اللي أنا هقولها دي المفروض إن المصدر بتاعها مسيحي، مش المصدر بتاعها غير مسيحي، وبالتالي القصة هتبقى بتحاول تقول إن المسيحيين ما بيغلطوش يعني. بس تعال نقرأ إيه اللي بيحصل ونشوف هل ده عقاب جماعي ولا لأ. في صفحة 215 أنت ممكن تنزل الكتاب ده
بي دي اف، او ممكن طبعا تشتريه علشان تقراه. هتلاقي في صفحه 215 ان اليهود كانوا عاملين قلق في اسكندريه، تمام؟ فبيقول يعني ان هم في ليله ان النار اشتعلت في كنيسه من الكنائس، فبيقولوا ان اليهود هم اللي عملوا الكلام ده. طبعا احنا برضو عايزين نرجع ونتفق ان مفيش حاجه اسمها اليهود كلهم هم اللي عملوا كده، في حاجه اسمها جماعه من اليهود عملوا كده، وبالتالي لو انت عايز تعاقب المفروض تدور على الجماعه اللي عملت كده وتعاقبهم. ده احنا بفرض ان فعلا هم المسؤولين يعني. المهم يعني فبيقول ايه، ان المسيحيين عزموا على الانتقام من اليهود. المسيحيين اللي هم المفروض بتوع محبه وكده قرروا ان هم يروحوا ينتقموا من اليهود. محدش بيقول ان هم راحوا ينتقموا من اللي عمل كده، مفيش، هم بينتقموا من اليهود كلهم. مع ان المفروض يعني ان احنا عارفين يعني ان بيقولوا ان المسيحيه عباره عن المحبه، ومن لطمك على خدك الايمن حول الله الاخر ايضا، وان انت لما بتتناول المفروض المسيح بيتحد معاك، فبالتالي انت المفروض تبقى مسالم. بس احنا مش شايفين ده. ليه مش شايفين ده؟ علشان وقتها كان المسيحيه هي الدين الاغلبيه، والاغلبيه هم المسيحيين. فالمهم يعني ان المسيحيين كانوا عايزين ينتقموا من اليهود. لا بيقول لك ايه، قامت قيامة المسيحيين وعزموا على الانتقام من اليهود، ولما لم يقدر البابا ان يمنعهم، يعني المفروض يعني ان هو بقى بيصور بابا كرولوس الاول على انه بيحاول يلم الموضوع ده، فايه قرر بقى ان هو بعد عناء شديد قرر ان هو يكتفوا بطردهم من المدينه بدون ان يمسوا احدا بضرر. فطردوهم، طردوا كل اليهود وهدموا كل مجامعهم، يعني اي مبنى تابع لليهود اتهدم، واستولوا عليها وما فيها. يعني هم مش بس هدموا الحاجات دي، لا، اي حاجه جواها اخذوها واستولوا عليها. يعني القصه دي النهارده التعريف بتاعها هو تهجير قصر. تهجير قصر ليه؟ علشان في بعض الافراد من جماعه معينه قرروا، عملوا المفروض ان هم عملوا جريمه، فالنتيجه ان احنا بنعاقب الجماعه كلها مش بنعاقب الافراد اللي عملوا الموضوع ده. مع ان احنا كن سهل قوي لو في بقى اله بيعرف يقول لنا مين اللي عمل ده. واكيد برضو عارفين ان العيال ما بتعملش، يعني اكيد ما فيش طفل عنده 3 سنين هيشارك في الجريمه دي، يعني علشان نقرر بقى ان كل عيلته وكل اهله يمشوا يتم تهجيرهم من المدينه، ونهد كل الحاجات بتاعتهم ونستولي على الحاجات اللي بتاعتهم. برضو نرجع ونقول هنفترض ان كل الرجال عملوا كده، نقدر يعملوا مثلا يقولوا ايه، خلاص احنا هنراعي الاطفال والنساء والعجائز والناس العواجيز لغايه ما الاطفال دول يكبروا، وبعد كده يكملوا حياتهم بقى عادي في المدينه معانا. ما هم ما عملوش حاجه، ولا العواجيز عملوا حاجه ولا الاطفال عملوا حاجه، وغالبا الستات ما نزلتش راحت حرقت. فهنفترض يعني ان كل الرجاله، ودي حاجه مستحيله، هم اللي شاركوا في الجريمه دي، يبقى نراعي العيال دي والأسر دي لغاية ما يكبروا ويقدروا يكملوا حياتهم. وده ما حصلش. كل اللي حصل البابا كرولوس الأول اللي هو يعتبر من أهم القديسين في الكنيسة القبطية قرر إن يحصل تهجير قسري لكل اليهود من المدينة. والمشكلة، وده سؤال، هل أنت شايف إن العقاب الجماعي في الحالة دي جريمة ولا لا؟ لو مش جريمة، ليه مش جريمة؟ أو جريمة، لأن زي ما احنا اتفقنا إن مفيش جماعة هي اللي بتعمل كل حاجة، أي حاجة بيبقى فيه أفراد مختلفين، مش شرط كل الأفراد يبقوا متفقين على العمل يعني، أو على الحاجة اللي أنت بتعاقب الناس عليها يعني. دي حاجة نسأل بقى فيها المسيحيين، هل أنت راضي عن اللي عمله البابا كرولوس؟ هل أنت راضي على تصرف المسيحيين اللي هم المفروض بتوع المحبة والكلام ده، ان هم عايزين ينتقموا من كل اليهود بعد اللي عملوه؟ ده سؤال اتمنى ان المسيحيين يفكروا فيه. نخش بقى على قصة تانية من القصص، من قصص التاريخ، بس
المرة دي في الجزيرة العربية، ونسأل عن قبيلة بنو قريظة. بنو قريظة دول قبيلة من قبائل اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة، والقصة بتقال يعني إن في ناس من أهل قريش كانوا عايزين يهجموا على محمد وأتباعه، فقرروا إن هم يعملوا خندق علشان يحموا المدينة من الهجوم اللي حاصل عليهم من قريش. ويقال إن في قبيلة بنو قريظة دي عملوا حاولوا إن هم يخونوا المسلمين وتحالفوا مع أهل قريش. اللي حصل إن المسلمين ورسول الإسلام حكم على بنو قريظة إن هم كل الرجالة تتقتل، والستات والأطفال اللي هم لم ينبت الشعر بتاع العانة بتاعهم يتم أسرهم وسبيهم. أجان دي قصة المفروض إنها حصلت في عهد رسول الإسلام الذي يقال إنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق، ولكن القصة دي هي عبارة عن عقاب جماعي لقبيلة كاملة. القبيلة الكاملة دي تم قتل كل الرجالة اللي فيها، وتم سبي واستعباد النساء والأطفال اللي كانوا موجودين في القرية دي في القبيلة دي. ونرجع تاني ونقول مفيش جماعة بيبقى كلهم متفقين على فعل معين، وبالتالي عقاب كل الجماعة ده هو شيء يعتبر جريمة وضد القانون الإنساني والقوانين الدولية. وغريبة إن إحنا بنتكلم على المفروض إن هو رسول من رسل الإله، وإن هو بيقول إن هو جاء ليتمم مكارم الأخلاق، ويكون لسه مش عارف إن العقاب الجماعي جريمة. وهنا نسأل السؤال للمسلمين زي ما سألناه للمسيحيين، هل فكرت في الموضوع ده؟ هل بتدين الحادثة دي ولا لأ؟ وده سؤال نسأله للمسلمين ونسيبه مفتوح وكل واحد يفكر فيه بنفسه. برضو نرجع تاني ونقول، حالة لو افترضنا ان كل الرجالة تم عملوا الخيانة العظمى دي، هنقتل الرجالة الأطفال والنساء والعواجيز، نجيب حد يراعيهم لغاية ما يكبروا ويكملوا في القبيلة بتاعتهم. ده لو احنا عندنا نوع من أنواع الإنسانية يعني، ومش عايزين نعمل العقاب الجماعي اللي هو جريمة. تمام، نكمل مع التاريخ ونخش على ثورة معروفة حصلت في مصر في العصر العباسي أيام الخليفة المأمون. الثورة دي اسمها ثورة البشمورين، وثورة البشمورين هي أكبر وآخر ثورة في تاريخ مصر الإسلامية ضد الخلافة العباسية في عهد الخليفة المأمون سنة 830 ميلادية. تمام، يعني الكلام ده حوالي 200 سنة بعد هجرية. المهم يعني إن السكان بتوع وجه بحري عرب وأقباط ثاروا على الوالي العباسي اللي كان موجود، وخلعوا عمال الولاية وأعلنوا العصيان بسبب الضرائب اللي كانت عالية جدا على الناس هناك. وشارك في هذه الثورة كل من العرب والمصريين مسلمين ومسيحيين، فصاروا قوة لا يستهان بها لدرجة بلغت مع أن والي مصر لم ينجحوا في الصمود أمام جموع السائرين. ثورة ناس محتلين بيحتلوا أرض مش بتاعتهم، وأصحاب الأرض بيدافعوا عن الأرض دي، وعرفوا أن هم يتخلصوا من الوالي أو من القوة العسكرية اللي كانت موجودة. قدم اليهم الخليفه المامون بقى جه، لكن خطورتهم استدعت قدوم الخليفه المامون الى مصر، فقدم الخليفه المامون بنفسه وتمكن قائده من الايقاع بالبشموريين. يعني جاب جيش وليه قائد، والقائد ده والجيش ده قدر ان هو يهزم البشموريين، فنزلوا على حكم الخليفة، فحكم الخليفة بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال.
يبقى معناه ان هو ايه، قتل كل الناس اللي موجودين في المنطقه دي، واخد النساء والاطفال وتم بيعهم. وغالبا هو القصه بتقول ان هم اتبعتوا عبيد في العراق. عقاب جماعي تاني موجود في التاريخ، ومش بس كده، ده عقاب جماعي من محتل ضد ناس اصحاب الارض. والغريب في الموضوع ده ان تم تكريم هذا السفاح، هذا المحتل العربي، الخليفة المأمون، وسمينا شوارع على اسمه. يعني واحد من أكبر الشوارع اللي موجودة في القاهرة، مصر الجديدة، مش شارع يعني أي كلام، شارع الخليفة المأمون. وده محتاجين نسأل السؤال تاني، طالما إحنا ضد العقاب الجماعي، إزاي بنكرم واحد مجرم زي الخليفة المأمون؟ وإزاي لغاية النهاردة في شارع من شوارع القاهرة باسم مجرم؟ ما طالما انت سميت الشارع ده باسم واحد، يبقى انت ده نوع من انواع التكريم. المفروض اي حد بنحاول نكرمه بنسميه على اسم، نسمي مدرسه مثلا على اسمه، نسمي مستشفى على اسمه، نسمي جامع على اسمه، نسمي شارع على اسمه. فانت كمصر بقى، مصر الدوله قررت انها تكرم هذا المجرم السفاح اللي مارس العقاب الجماعي على المصريين أصحاب الأرض وهو محتل، وكرمناه وخلدناه، وإن إحنا سميناه شارع باسمه لغاية النهاردة. وده السؤال نسأله للمصريين بقى النهاردة، أنت كواحد مصري ضد العقاب الجماعي اللي بيحصل في غزة، وأنا معاك إن العقاب الجماعي ده جريمة، هل أنت شايف إن من المقبول إن يكون في شارع باسم مجرم سفاح زي الخليفة المأمون اللي عمل إبادة جماعية وأخذ وعمل سبي واستعباد للأطفال والنساء؟ ده السؤال محتاجين نسأله للمصريين والمصريين يردوا عليه. آخر حاجة دي بقى حاجة أعتقد إن إحنا كلنا في مصر عارفينها، وهي إن في القرى بتاعت مصر، سواء بقى في الصعيد أو في الدلتا أو في أي قرية من القرى، معروف ان في اي قريه بيبقى فيه عائلات، فالعائله فلان، عائله علان، عائله معرفش ايه. لما بيحصل مشكله بين عيلتين، ودي حاجه انا حكاها لي واحد صاحبي اعرفه عنده ارض في قريه في البحيره، وهو ينتمي لعيله كبيره من العائلات اللي موجودين في القريه دي. فبيحكي لي ان حصلت القريه دي فيها عائلتين كبار، اتنين كبار، هو واحد منها، يعني هو ينتمي لواحدة منها، وفي عائلات بقى صغيرة، أسر صغيرة، عائلات صغيرة يعني. فالمهم إن حصلت مشادة وخناقة بين عيلتين، عيلة كبيرة، مش عيلة صاحبي ده، العيلة التانية، واحد من العيلة الكبيرة مع واحد من العيلة، من عيلة صغيرة. المهم يعني واضح إن الموضوع تطور، وفي يعني في حد قتل حد يعني، وغالبا القتل ده حصل من فرد من افراد العيله الصغيره تجاه فرد من افراد العيله الكبيره. المهم يعني الحكومه ما مش موجوده، العائلات في القريه دي اجتمعوا وقرروا ان العيله الصغيره تبيع كل حاجه عندها في البلد وتمشي من البلد. تهجير قسري وش يعني، تهجير قسري واضح يعني، مع ان الجريمه او يعني الخناقه حصلت بين شخصين مش بين اسرتين. يعني هو شخص اتخانق مع شخص، واحد قتل التاني، فالطبيعي ان احنا نمسك القاتل ده ونعاقبه، مش نعاقب العيله بتاعته كلها ونقول لهم بيعوا بقى كل حاجتكم وامشوا من هنا. وطبعا بيعوا حاجتكم دي مش بيبيعوها بقى بالسعر العادي بقى، ده هم خلاص كده اتحكم عليهم ان هم لازم يمشوا، فالبيع بيتم بقى بصوره ظالمه جدا. يعني لو حاجه بجنيه هتتباع بربع جنيه. وطبعا بقى المثال الاوضح واللي كل المسيحيين عارفينه، كل الاباط عارفينه، ان لو حصل مثلا علاقه عاطفيه بين واحد مسيحي وواحده مسلمه، والموضوع اتعرف، المسلمين بيهيجوا على المسيحيين كلهم اللي موجودين في القريه، والحكومة علشان تريح دماغها بتقول خلاص بقى المسيحيين اللي موجودين في القرية دي يتم تهجيرهم من المدينة أو من القرية اللي هم عايشين فيها. وده تهجير قسري بيحصل،
تحت عين الدولة وتحت عين الحكومة، وكلنا عارفين، كلنا اتفقنا ان العقاب الجماعي هو جريمة غير مقبولة. الفيديو ده كله هدفه مش ان انا ابرر العقاب الجماعي اللي بيحصل لأهل غزة، ولكن علشان أكد إن العقاب الجماعي هو جريمة، وطالما إحنا اتفقنا على المبدأ ده اللي هو مبدأ ما أظنش إن حد يقدر يختلف عليه، المفروض إن إحنا نعيد قراءتنا للتراث الديني وللتاريخ بتاعنا وللأفعال اللي إحنا بنعملها لغاية النهاردة في البلد. يعني أنا جبت حاجات من التراث الديني وجبت حاجات من التاريخ بتاع المنطقة، مسيحيين ومسلمين، عشان ما حدش يقول ان انا منحاز لجماعه ضد جماعه. وجبت احداث من الواقع بقى بتاعنا النهارده. فاحنا محتاجين ان احنا اي واحد مؤمن محتاج يراجع موقفه من الاله اللي هو منسوب ليه حاجات فيها عقاب جماعي. وما اظنش يعني ان انت تقبل على الهك ان هو يكون مسؤول عن جريمه، الا بقى لو انت شايف ان مفيش مشكله، دي حاجه انا ساعتها اخاف منك بقى، لان انت ساعتها ممكن تبرر اي حاجه لاي حد، لان طالما انت ما عندكش اي نوع من انواع الاتصال مع النفس على فكره واضحه وصريحه، يبقى انت شخص انا هخاف منك يعني. واتكلمنا على تراث وتاريخ ديني من المسيحيين لما كانوا اغلبيه، من المسلمين لما كانوا اغلبيه، سواء كان في الجزيره العربيه او في مصر لما كانوا محتلين مصر. واتكلمنا على حاجة من التاريخ المعاصر بتاعنا، وأنا أتمنى إن الناس زي ما هي النهاردة بترفض العقاب الجماعي ضد أهل غزة وأنا معاهم، يراجعوا موقفهم من التراث الديني اللي مليان عقاب جماعي، ومن التاريخ بتاعهم. وعلى فكرة الدول المتحضرة لما بتلاقي جريمة شعوبها عملتها في الماضي بيعترفوا بالجريمة دي وبياخدوا خطوات علشان يحاولوا يغسلوا إيدهم من التاريخ المجرم اللي أسلافهم عملوه. يمكن آخر كلمة عايز أقفل بيها هو إن في جملة كده بتتقال، كليشيه بيتقال في مصر ومنتشر، وانا شخصيا اتقال لي كذا مره ايام ما كنت في المدرسه، والكليشيه ده بيقول السيئه تخص سوري الحسنه تخص والسيئه تعم. والقصه الجمله دي هي عقاب جماعي، ان انت بتقول ان لما واحد يعمل حاجه كويسه يبقى احنا هنكافئ الشخص ده، لو واحد عمل حاجه وحشه هنعاقب كل الناس. يعني مثلا اتنين تلاتة في الفصل عملوا دوشة، راح نعاقب كل الفصل مثلا، ده اسمه عقاب جماعي يا جماعة. يعني يا ريت بقى نبطل الكلمة بتاع الحسنة تخص والسيئة تعم. المفروض الحسنة تخص والسيئة تخص برضه، مفيش حاجة اسمها السيئة تعم. ننسى بقى كلمة السيئة تعم دي، لأن احنا النهاردة شايفين يعني ايه جماعة من جماعة كبيرة 2 مليون واحد بيتعاقبوا علشان شوية كم واحد عملوا حاجة يوم 7 أكتوبر. بغض النظر بقى ان احنا متفقين على ده ولا لا، بس ده مش موضوعنا. يعني فكرة العقاب الجماعي هو جريمة، وبالتالي الحسنة تخص والسيئة تخص، مش السيئة تعم. لان لو حد عمل غلط المفروض العدالة ان انت تمسك الحد اللي عمل غلط ده وتحاسبه، مش تحاسب اي حد على مجرد ان هو ينتمي ليه باي شكل من الاشكال. بس ده كان الفيديو اللي انا كنت عايز اقوله، واتمنى ان الناس بدل ما تقعد تحاول بقى تقنعني بتبريراتها اللي ملهاش اي معنى عندي، ان هم ياخدوا الكلام ده ويفكروا فيه. مش الهدف ان انت ترد عليا، مش الهدف ان انت تقول لي اصل انت مش فاهم ما اعرفش ايه ده، هم كانوا لازم يعملوا كده. لا يا حبيبي، العقاب الجماعي النهارده وامبارح ومن 1000 سنه ومن 2000 سنه هو جريمه، وانت بقى عايز تبررها مع نفسك لأسباب وأجندات وانحيازات شخصية، دي حاجة تدينك انت مش تديني انا. فلو سمحت فكر في الكلام اللي انا بقوله، انا بديك أمثلة من مصادر معروفة، انا مش بألف المصادر دي، ارجع للمصادر، اقرأ، فكر، وشوف انت المفروض موقفك يبقى ايه. شكرا، سلام.